وللمزيد حول فعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي رواد الأعمال والاستثمار تطلعنا عليه مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقد بجماعة الدول العربية للإعلان عن تفاصيل وفعاليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار، والذي يعقد تحت شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار. هذا المنتدى سيعقد في مملكة البحرين بعد الاجتماعات الخاصة بالقمة العربية 33 والتي ستعقد بحضور رؤساء وملوك الدول العربية في مملكة البحرين. ويأتي هذا المنتدى بالتعاون والشراكة بين جماعة الدول العربية وأيضا اتحاد الغرف العربية والأمم المتحدة. إذا تحدثنا عن أهداف هذا المنتدى فهو يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوى العربي والدولي، أيضا مناقشة الآليات التي ستساهم في تعزيز قدرة رواد الأعمال على الاستمرار في مشروعاتهم في ظل التحديات العالمية وأيضا في ظل متطلبات الثورة الصناعية. أيضا سيعمل على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لإيجاد فرص عمل للشباب. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.